إيران كما يجب الدفاع عنها، فلن ننعم بالسلام والاستقرار الدائمين إلا إذا احترمنا حقوق الإنسان. وطن إيران لحقوق الإنسان. حضرات سيدات السادات لجنة التحكيم، أيها الحضور الكريم، إنه لمن دواعي سعادتنا أن نستقبلكم بالدورة العاشرة للمهرجان الدولي لأفلام حقوق الإنسان. لنا كهيئة حقوقية نؤمن أن السينما تستطيع أن تجعل لغة الشباب لغة أمل وطموح في البحث عن مستقبل فني يلهمهم ويؤهلهم للانخراط في الحركة الفنية في بلادنا، بل وأكثر من ذلك يمكن أن يساهم في توسيع دائرة المعرفة الفنية والثقافية من خلال ورشات وندوات ولقاءات. ولا يفوتنا أن نشكر كل أعضاء لجنة التحكيم وعلى رأسهم الأستاذ عبد الرحمن التازي والفنانة الكبيرة شيرين التي أصرت على الحضور لإعطاء رسالة قوية جدا، ألا وهي السينما في خدمة حقوق الإنسان، إلى جانب الإخوان أعضاء لجنة التحكيم كل باسمه. فعلا لما وصلت إلى هذه القاعة يعني كنت مسرور، لأن يعني تنشوف واحد عدد كبير من الشبان، وأظن أنهم جاءوا لرؤية الأفلام اللي تدخل في نطاق الأفلام حقوق الإنسان. هذه المبادرة جميلة جدا، وأنها في الدورة العاشرة هذا يبرهن أن الاهتمام بهذا الموضوع مؤكد أنه لابد أن يكون، وأن اختيار أفلام التي طرحت أمام لجنة التحكيم وهي من 16 شريط قصير ونصف مطول، وكان الاختيار ما بين أكثر من 200 شريط حول هذا الموضوع. أنا سعيد بوجودي في هذا المهرجان كرئيس لجنة التحكيم، وأعملوا كل الجهد لأن تكون واحد الإنصاف وأن يكون هذا النتيجة لأحسن فيلم. بالنسبة لدور السينما وفيلم حقوق الإنسان خصوصا، لقد ساهم بشكل كبير جدا في مجالات عدة في فضح انتهاكات حقوق الإنسان، وكذلك دوره الفعال في مكافحة فكر التطرف والإرهاب، موضوع اللاجئين، الحروب، حقوق المرأة، التمييز بالنوع، يعني ساهم بغالبية، يعني فينا نقول هو أصبح اليوم يشكل نظام مصغر للنظام الدولي للشرعة الدولية لحقوق الإنسان. وبرأيي أنا الفيلم يعني هو الصادق، يجب أن يكون يتمتع بمصداقية، لا يكون هناك تمييز بين الفئات والأفراد من ناحية التمييز أو الكراهية أو كذا، ولا يكون الفيلم مسيس أو يخضع لأجندات سياسية، وأن يكون يعبر عن الواقع. ويعني نجاح كبير جدا، واليوم المغرب يعني متطور جدا بحقوق الإنسان، وهو خيار لا رجعة فيه حسب ما جاء بخطابات جلالة الملك محمد السادس نصره الله. واليوم نرى هذا المهرجان بدورته العاشرة الذي تنظمه الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بالشراكة مع مركز جنوب الفن السابع وبدعم من مركز المغربي السينمائي، يعني هذا إنجاز كبير ودور مكمل في نشر ثقافة حقوق الإنسان وحمايتها في المملكة المغربية الشقيقة. احنا بنتكلم على فعلا هو آخر فيلم اللي هو هلو أمريكا، كان من 20 سنة، بس هما كانوا سلسلة أفلام، الجزء الأول بخيت وعديلة، الجزء الثاني الجردل وكنكة كان عن الانتخابات، والجزء الثالث كان هلو أمريكا. قد إيه الإنسان بيبقى ساعات مضطهد أو هو حاسس إنه هو مضطهد في بلده، فبيضطر إنه هو يسافر لبلد تانية، وكنا اخترنا أمريكا علشان نسافر لها، لكن في الآخر عرفنا أنه ما ينفعش ولا يصح إلا الصحيح، لابد الإنسان يبني نفسه في بلده الأول، وإذا ما كانش ليك شأن في بلدك مش هيكون لك شأن في أي بلد تاني. إذا ما كانش بلدك بتحترمك لأنك إنسان، فأنت مش هيكون لك احترام في مكان تاني. النهاردة المهرجان مختلف شوية، لأنه مهرجان بيتكلم عن حقوق الإنسان، وما فيش مهرجانات كتير كده،
هو مش مهرجان للفيلم الطويل، لكن هو مهرجان لأفلام وثائقية تسجيلية اختاروا من عدد كبير من الأفلام اللي احنا بنتفرج عليها أو اتفرجنا عليها، واخترنا منها فيلم ياخد جائزة أولى والجائزة الثانية، وكمان في جائزة لجنة التحكيم. أقول إنه كل بلد لها عاداتها وتقاليدها، وإحنا لما شفنا الموقف الغريب اللي شفناه في السيارة فوقفنا نتفرج، فإحنا أحرجناهم من وجهة نظرهم وإن ده لا يجوز، لكن إطلاقاً ده مش ممكن يكون عندنا في بلد عربي وإحنا نعمل كده. هذا الحدث المهم والرائع في المملكة المغربية وتحديدا في العاصمة الرباط. طبعا السينما العربية ولله الحمد السينما متطورة، يعني هو سينما عريقة ومعروفة، والجميل أن في المملكة المغربية نشهد الكثير من التطورات المميزة في السينما بشكل عام والسينما الخاصة بحقوق الإنسان، وهذا شيء مهم لأن المغرب وأقول دولة الإمارات العربية المتحدة يعني مهتمتان جدا بموضوع حقوق الإنسان، بموضوع القيم، قيم والمبادئ، قيم التسامح والمحبة والسلام، ودولتين يعني تعيشان مرحلة متميزة في العلاقات الرائعة بين البلدين. أيضا هما تسعيان لتجذير هذه القيم الإنسانية في العالم أجمع.